فانت لازم تشتغلي تجيبي بقى من بره تحويلات جايه من بره، تصدري كتير عشان تحصلي على فلوس جايه من بره، تجيبي سياح يصرفوا فتاخدي فلوسك منهم، تجيبي قناه السويس يا رب بدل مركبه ما تعدي يبقوا 20 مركبه نقوم نجيب منهم الفلوس. غير كده يبقى قسط اللي بره مش هقدر ادفعه، هنا تبقى المشكله. انما اللي جوه عشان يجي يقول لك ما معيش مش هسدد، لا انا قلت لك المخرج منين. ده ضد الطبيعه، بس في مخرج. انت عاوزه فلوس بس حقيقي يعني بغض النظر عن انا اطبع او ما اطبعش دلوقتي حقوق. لا لا يعني خليني بس ادخل في النقطه دي، هل انا عندي فعلا في الموازنه بتاعتي ما يكفي سداد الفتره الجايه دي ولا لازم هطبع؟ ده اللي انا محتاجاه. يعني احنا كده عندنا عجز شديد في طبعا ده. انت فتره فبراير 2011 مصر طبعت 22 مليار. عندك حل يا دكتور صلاح حتى لو اطبعها؟ طبعا مفيش. بص بيه، لا يوجد تحت السماء شيء ملوش حل سوى شيء واحد، المولى عز وجل اختص نفسه، ميت تقول احييه، ده شغل ربنا. نعم. ما دون ذلك فعل البشر. حل ايه هنا؟ الحل ايه؟ عده حلول موجوده نقدر نعملها الصبح. احنا عاوزين ايه؟ نعرف مشاكل الدوله. مشاكل الدوله عندي بطاله موجوده، ده تحت رجلي، عندي مصانع مغلقه في حدود ال 5000 مصنع، عندي حضرتك بطاله موجوده، عاوز امتص الليله دي واشغل الدنيا اللي موجوده، مش كده؟ اعمل ما يسمى بتوريق الديون. المصانع دي متوقفه ليه؟ 92% منها متوقف عنده مشاكل ماليه مع البنوك، اقترض من البنك حضرتك ما قدرش يدفع القسط لسبب، عندي انفلات امن خلال الفتره اللي فاتت، البنوك قافله، البورصه كانت قافله، الناس انفلات اقتصادي تماما، لا بتطلع عربيات شايله المنتج، يطلع فلان يثبتها ياخد المنتج ويمشي، يجي الراجل يعمل تاني منتج يقول لك طب يا عم وقف واركن، مش كده؟ البنوك بتعد الفوائد اللي عليها، تعال يا عم انا النهارده علشان اجي اعمل اتسدد بنوك يبقى انا ما عنديش، نعمل ايه؟ نعمل ما يسمى بتوريق الديون اللي هو ايه؟ وانا قلت الطريقه ديت ومصر ما لهاش حل غير ده. تقييم جميع الشركات 31/12/2013 اقيمها باصولها. بالمناسبه دار الهلال مثلا هناخدها، قيمه السجل التجاري بتاعها ان راس مال الشركه دي لا يتجاوز عن 1,000,000 جنيه، هي قيمتها الحقيقيه النهارده 1,000,000,000 جنيه، مش كده؟ بس عليها 100 مليون للبنك، يقوم البنك يخش معايا مساهم بقيمه ال 100 مليون، يبقى انا تخلصت من كفه المديونيه. البنوك، الضرايب، التامينات، الحاجات السياديه، تليفون وميه وكذا، مش كده؟ يبقى انا خلصت دول. لما يجي بتاع البنوك ليه عندي 20% من اسهمه، مش عين قسطه من عنده عندي في مجلس الاداره ولا غلط؟ بتاع الضرايب يبقى انا غيرت هيكل مجلس الاداره. لو انا حتى راجل منحرف او راجل عبيط وجاي بحل، مجلس الاداره التانيين هيقول لي لا يا عم صلاح ده احنا بناخد القرار ده بدل ده، يبقى انا ظبطت الليله، يبقى المصانع دي اشتغلت الصبحيه، المصانع دي تطلع انتاج ولا تطلع تطلع انتاج؟ يبقى انا كنت بستعيد عن انتاجه ده بالاستيراد من خارج، كنت بستورد بالعمله الصعبه تمام، لان بره مش هاخد الجنيه الملولي وبتاعي اللي انا عامله عند تحت الكوبري، مش كده؟ بدايه الحلول اللي تبقى موجوده.